السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. عظم الله أجركم وبركاته. عظم الله لكم الأجر بذكرى وفاة العبد الصالح الجليل سلمان المحمدي الذي قال النبي صلى الله عليه وآله: سلمان منا أهل البيت، وقال: لا تقولوا سلمان الفارسي بل قولوا سلمان المحمدي. نرفع أسمى آيات التعازي لمقام المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى وفاة الصحابي الجليل سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه. نعم، اليوم شلون تشوف أعداد الزوار والخدمة المقدمة من قبل أصحاب المواكب؟ أنت تعلم أن هذه هي أيام الإمام الحسن وأيام الإمام الحسين وأيام عيال الحسين والسبايا، فالأجواء مشحونة في هذه العبرات وهذه الزفرات لأهل البيت. وهذا اليوم أيضا هو يوم عبرة، يوم وفاة سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه. عندما جئنا من محافظة واسط إلى مزار سلمان المحمدي، في الطريق رأينا هناك بعض الزوار جاءوا مشيا على الأقدام، وهناك خدمة المواكب جزاهم الله ألف خير جزاء المحسنين خدمة لزوار سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه. فبعد هذا التغير الذي حصل بعد ما جرى في العراق، لكن اليوم بفضل الله تعالى نرى المؤمنين يحيون ذكرى وفاة سلمان المحمدي، والمؤمنين خصوصا أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام والمسلمين جميعا يحيون ذكرى وفاة هذا العبد الصالح. وأنت ترى بفضل الله تعالى المؤمنين، آلاف من المؤمنين جاءوا يعزون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بوفاة سلمان رضوان الله تعالى عليه. نعم، شكرا جزيلا شيخ. شكرا لكم. شكرا الشيخ لكم. نصر الدلفي أمين خاص مزار السيد تاج الدين رضوان الله تعالى عليه. شكرا جزيلا. شكرا لكم.